من نهار اللي قررت ريلمي تطلق أول هاتف لها من سلسلة الجي تي تاعها الجديدة، استعمرت الفئة المتوسطة تاع كامل التليفونات بالسلسلة. الجي تي هذه ريلمي ما خلات حتى مجال للمنافسة مع الشركات العالمية الأخرى، ومعايا اليوم مالك الفئة المتوسطة الجديد ريلمي جي تي 3 نيو. وهاي لكم العلبة تاع جي تي نيو 3 في يدي. يعني أول حاجة تقدروا تلاحظوها هي الحجم، ولا بالضبط الطول تاع العلبة تاع هذا التليفون. كما راكم تشوفوا الخو، من اطول علب الهواتف اللي نقدروا نشوفوها. يعني العلب تاع الهواتف الاخرين تقدروا تقولوا تجي حتى لهنا ماكسيموم. وقبل ما نفتحوا العلبه تاع التليفون الخو، ما تنساوناش كامل بالجام، يعني جام لولد بلادك، ما عندك ما تخسر. اللي ماهوش مشترك في القناه تاعنا يشترك معنا، وهاي نروحوا طول نفتحوا العلبه تاع جي تي نيو 3. شفتوا الخو العلبه تاعو كي درنا له انبوكسينغ قدامه؟ سبرتو هكا، ما عرفتش كيف نهزها، ما عرفتش الا كان نهزها هكا ولا هكا. اسبرتو هكا، هاي لكم الخو. شوفوا العلبه تاعو قدامه، شوف مع راسي. خو العلب الاخرين تاع التليفونات الاخرين يجيو حتى لهنا ماكسيموم، هكا ماكسيموم. شوفوا هذه كامله زايده الخو. كيما شفتوا الخو حتى التنظيم تاع الاكسسوارات تاع التليفون، اونتي شوك والشاحن وكذا، مبدلين على التليفونات الاخرين. نبداو كي عادتنا الخو بالسعر قبل كل شيء. الريلمي جي تي نيو 3 مازال ما توفرش بالنسخ العالميه هنا في الجزائر، يعني كاين نسخه لموجهه للصين. سومتو في الجوايه تاع 8 ملايين، وطلع نقولوا 8 ملايين و200 و400 و500، سما ما عندوش سعر محدد. بالدولار جوايه 420 دولار. وريلمي مدايره في الي اكسبريس باللي اللي يشريوه الاولين راح يكون عندهم سعر مخصص ليهم. بس على بالي كاين الناس راح تقول كيفاه راك تقول تليفون فئه متوسطه ومنه تقولنا سعر 8 ملايين. الوقت هذا الخوا ولات الفئه العليا تلحق 25 مليون وتفوت، الفئه المتوسطه راح تلحق ل 12 مليون. 25 مليون تاع الفئه العليا نقسموا على 2 تخرج لنا 12 مليون و500. هذه نستنتجوا منها انه الفئه المتوسطه من حقها تلحق ل 12 ونص، يعني اذا فئه متوسطه فات 12 مليون ونص تم راح نلوموها. ريلمي جي تي نيو 3 اليوم يجينا بتصميم مختلف على الهواتف الاخرين، خاصة في اللون ولا تصميم اللون كيما نقولوا. يعني الخلفية تجي فيها هاد الخطوط الكحل، والكتيبة اللي تجي بالطول لتحت تاع ريلمي، ومواد تصنيع التليفون من زجاج الفخم، يعني من الهزة تاعو راح تحس باللي التليفون فخم صح. والوزن تاعو الخوا تقريبا ماهوش ثقيل خلاص بالنسبة للحجم تاع الشاشة، بالنسبة تاني لمواد تصنيع، لأنه كيما قلنا فيه مواد تصنيع فخمة. خلفية الخوا زجاج، وحتى الفريم تاعو ألمنيوم، يعني مواد تصنيع كيما نقولوا تاع حاجة غاليه بزاف. السمك تاعو الخوا رقيق وفيه ثلاث الوان، الازرق والاسود والابيض، هذا اللي عندي. فيه مسكه مليحه بزاف اليد، يعني تحس روحك هاز حاجه غاليه صح. الازرار تاعو حتى هي مخدومه بالالومنيوم، والملمس تاعها ثاني مليح وبجوده عاليه بزاف. الشاشه تجينا بحواف صغيره بزاف، خاصه الحافه التحتانيه يعني صغيره بزاف. وشي الكاميرا تاع السيلفي داروها كبيره شويه، كون غير داروها اصغر من هكا، لانه كاين تليفونات في الفئه هذه كاميرا السيلفي تكون اصغر من هكا باش تزيدنا في استغلال الواجهه الاماميه. الحجم تاع الشاشه 6.7 انش من نوع الاموليد، تدعم ال HDR 10 بلس. سرعه التحديث 120 هرتز، كي تخدم بالشاشه هذه تحس بسلاسة كبيرة بزاف، بالرغم من انه كاين تليفونات جربناهم فيهم شاشات 120 هرتز، وكاين حتى اعلى من 120. بصح الخوا هذا حسيت في حاجة سبيسيال، حسيت الشاشة تاعو سلسة، ويظهر لي النظام تاع ريلمي هو اللي يعاون بزاف في السلاسة تاع هذا التليفون. شاشة بدقة الفول اتش دي بلس حاجة باينة، بكثافة تاع 394 بيكسل في الانش، من احسن شاشات الفئة المتوسطة تاع الهواتف. كون جات فايتة شوية 400 بيكسل في الانش نقدر نقولوا هي الافضل، وكما قلنا من احسن الشاشات حاجة بينا من غير سامسونج، لأنها سامسونج هي اللي تخدم الشاشات كامل. وبما أنها الشاشة هذه تدعم HDR 10 ومن نوع الأموليد، معناها عندنا دقة وألوان ملاح بزاف. زيد لها الحجم تاع الشاشة اللي كبير 6.7 إنش، يعني اللي يحب شاشات كبار مليح لهذا التليفون. الشاشة فيها طبقة حماية كورنينغ غوريلا غلاس، يعني مقاومة للخدوش وللكسور. بصح حاجة باينة، تشري تليفون ب 8 ملايين
راح ننصحك تحط له زجاج تاع الحمايه تاع الشاشه. مستشعر البصمه يجينا في الشاشه لتحت وخفيف بزاف، يعني ما تحط صبعك في البصمه لتحت مع راح يشعل التليفون، وديما نقولوا خفيفه بالنسبه للبصمه في الشاشه، يعني بصمه في الخلفيه ولا بصمه في زر التشغيل ماهيش كيما في الشاشه. فيه ميزه قياس نبضات القلب اللي تلقاها في الاعدادات تاع التليفون، يعني تقيس لك نبضات القلب تاعك وتتبع الحاله الصحيه تاعك من ناحيه نبضات القلب، يعني كل مره ولا كل ما تقيس يتسجل القياس تاعك في التليفون. وعندنا في الجي تي 3 نيو معالج من احسن معالجات الفئه المتوسطه اللي هو دايمنسيتي 8100 من شركه ميديا تك. من نهار خرج دايمنسيتي هذا ولات السمعه تاع ميديا تك من اللي كانت في الارض ولات في السماء. معالج هذا بدقه تصنيع 5 نانومتر، يعني ينافس الفئه العليا في النقطه هذه، اقوى حتى من سناب دراجون 870 اللي كاين في البوكو اف 4 الجديد. اللي انا اعتبر المعالج اللي كاين هنا من احسن معالجات الفئه المتوسطه. الريلمي هذا يعطينا تقييم يفوت 800000 نقطة في الانطوتو بنشمارك. على بالكم خاوة هواتف الفئة العليا راح يفجوه تاع 980000 نقطة، وهذا الخاوة فئة متوسطة وفايت 800000 نقطة، سما أداء قوة بزاف بزاف وينافس حتى هواتف الفئة العليا. أنا ميه 800000 قدام 900000 ماهيش فرق كبير، يعني نقدر نقولوا ينافس بزاف الفئة العليا. زيد لها الرام 6 جيجا في أرخص نسخة و 12 جيجا في أغلى نسخة، حتى مساحة التخزين من 128 حتى 512 جيجا و 512 في أعلى نسخة ولا في أغلى نسخة، يعني هادو نعتبرهم خوا أرقام كبيرة بالنسبة للهاتف في الجويه تاع 8 ملايين. وبالنسبة للخوا للنسخ اللي كاين فيه، النسخة الأولى 6 جيجا في الرام 128 في التخزين، ثانية 8 رام 128 تخزين، ثالثة 8 256، الرابعة 12 256، والخامسة 12 جيجا في الرام و 512 جيجا في التخزين. يعني كل واحد يشري على قد الاستعمال تاعو وكل واحد يشري ثاني على قد جيبو، يعني إذا ما عندكش حق النسخة الغالية تقدر تجرب ثاني التليفون هذا بأرخص نسخة مثلا اللي هي 6 128 جيجا في التخزين. وما ننساوش خوا أنه ما فيهش بلاصة الكارت ميموار. الأداء هنا بلا ما نزيد نقول قوة بزاف، من أسرع الهواتف اللي جربتها في الفئة السعرية هذه. واجهة ريلمي الإصدار الثالث تزيد فيه النص، يعني تزيد نص في السلاسة تاع الهاتف، ومبني على أندرويد 12. الأداء مع الألعاب تاني ما تحكيش، روعة بزاف، يعني عشاق الألعاب والناس اللي مرض بالألعاب راح يساعدهم بزاف هاد التليفون. وديما ننصح لجماعة الألعاب بالهواتف اللي فيها معالجات الدايمنسيتي الجديدة هادي تاع ميديا تك، لأنه يجي معاها ديما معالج رسوميات قوي موجه حتى للألعاب ولا لأي استعمال، يعني ألعب بالجودة اللي حبيت بالاف بي اس اللي حبيت، يعني اف بي اس طالع في البابجي مثلا ما تهبطش على 60 اف بي اس، المهم تلعب أي لعبة راك حابها بأعلى جودة. وباختصار الخوا نقدر نقول لكم انه من احسن هواتف الفئة هذه في الاداء، خاصة في الهواتف اللي راهي تخرج جديدة. عندنا في الجي تي نيو 3 شحن سريع خارق 80 واط، فيه نسخة واحدة اخرى 150 واط، البطارية 5000 ملي امبير، واكد لي على الاستهلاك تاع المعالج دايمنسيتي 8100 من البطارية. جربت هواتف فيها نفس سعة البطارية اللي هنا، بصح الاستهلاك الخوا ماهوش كيف كيف خلاص. المعالج ولا البروسيسور اللي هنا يخلي استهلاك التليفون من البطاريه قليل بزاف، يعني ما يستهلكش بزاف من البطاريه، ما ياكلش منها بزاف. وزيدوا ما نساوش انه معالج بدقه تصنيع 5 نانومتر، يعني ما يستهلكش. انا يعني الخوا ما تهمنيش الارقام وما حكمتش بالارقام ولا بال5 نانومتر ولا باي حاجه اخرى، ديما الخوا نركز على التجربه، والتجربه الخوا كانت مليحه بزاف مع البطاريه. مشيت بيه ليامات هادو اللي كان عندي، ليامات كامل هادو كان يجيب لي النهار تاعي والعشيه تفضل 31 حتى 35% من البطاريه. انا يعني الخاوة باش نكونوا صافين مع بعض، انا ما نستعملش الالعاب، بصح نستعمل التليفون في كلش، يعني في الكاميرا في التفراج في كلش تقريبا نستعمل التليفون. وما نكسركمش ريساكم الخاوة بالارقام، المهم البطاريه تاع الجي تي نيو 3 مليحه. هذه كامل الخاوة، وزيد لها شحن باستطاعه 80 واط. على بالك واش معناها؟ معناها البطارية تشحن من 0 ل 100% في نصف ساعة تقريبا، يعني 31 دقيقة بالضبط تقدر تشحن لك التليفون تاعك من 0 ل 100%، يعني إذا طحت لا شارج نقولوا راهي 20%، تحطوا 10 دقائق في الشاحن تلقاها قريب 60%، وهذا رقم مليح بزاف. تسمى الشحن تاع التليفون تاعك تحطه يتشارجا، ما دير لهاش حسابها خلاص، البطاريه ثاني ما دير لهاش حسابها، لانه حتى اذا هبطت البطاريه في اي وقت راح تركب التليفون في الشاحن راح يتشارجا في اسرع وقت ممكن. ومادام عندك حبيبنا هذا الشاحن تاع 80 واط في الباطا،
ما نخافش عليك، يعني على بالي راح تشارجي تليفونك في اسرع وقت ممكن، وما تحسش حتى بالوقت اللي شارجيت فيه التليفون. عندنا فيه ثلاث كاميرات خلفيه، رئيسيه 50 ميجا بكسل 1.9 فتحه العدسه، الثانيه 8 ميجا بكسل 2.3 كالعاده التصوير العريض ولا الالترا وايد. الكاميرا هذه تحكم 120 درجه يعني واسعه بزاف، والاخرى التصوير القريب بالماكرو كما عارفين نقولوا 2 ميجا بكسل 2.4 فتحه العدسه. تجربتي مع الكاميرا كانت روعه، كي تدخل تطبيق الكاميرا تشوف الصفا مقابلك طول، بالرغم من انها 50 ميجا بيكسل وكاين هواتف واحد اخرين في فئته فيهم كاميرات رئيسيه 64 و108 ميجا بيكسل، بس هذا احسن منهم بزاف في التصوير، عليها الخواء ما لازمش نركزوا على الارقام لانها ما عندهاش معنى كبير كيما التجربه. انا الخواء اهم حاجه عندي هي التجربه، ما عادش خلاص نحكم بالارقام اللي تمدها الشركات. الدقه والتفاصيل في التصاور مشبعين، شاربنس طالعه بزاف، تفعل اتش دي ار في التصاور اللي برا راح يعطيك نتائج روعه. الكاميرا الثانيه الزاويه الواسعة تعطيك افضل اداء برا، يعني ننصح بها بزاف برا خاصة في المناظر الطبيعية والعفايس هذوك. الثالثة تاع الماكرو مليحة فيها تفاصيل، ما كنتش نسنى فيها صراحة تكون كيما هكا، لانه انا اصلا هز نظرة ماشي مليحة على الماكرو في التليفونات كامل، حتى هي مليحة للناس اللي تعرف لها، يعني كيما انا مثلا خاطيني التصوير الفوتوغرافي، بصح متأكد بلي واحد يعرف لها راح تعجبو. الالوان تاع الكاميرا ساعات تحسها مركزة اكثر من اللازم، على بالي صح كاين ناس تحب الوان مشبعة، وكي تزيد تفعل AI ولا الذكاء الاصطناعي في الكاميرا راح تزيد تشبع الالوان اكثر، خاصه كي تصور حشيش ولا ماكله ولا عفسه كيما هكا. تصوير الفيديو يدعم حتى 60 FPS في 4K، يعني عندك تصوير فيديو 4K. يدعم حتى التثبيت البصري OIS اللي يعاونك في تثبيت الفيديو باش ينقص لك من الاهتزازات كيما تتحرك وانت قاعد تصور في الفيديو. السيلفي 16 ميجا بيكسل بفتحه ضيقه شويه 2.5 في الاضاءه العاليه ولا الاضاءه الخارجيه، تعطيك تفاصيل الوجه كيما راهي، الوان روعه بزاف، والسيلفي هذا يحكم مساحه كبيره في التصاور، يعني يجيب زاويه واسعه، يعني تقدر تصور في جماعه رايح خلاص. المهم قلنا في الاضاءه المليحه حاجه فور بزاف في السيلفي، اضاءه داخليه ولا في الليل شوي ناقص تفاصيل، لانه فتحه العدسه الخوا هنا ضيقه شويه 2.5، بصح في رايي الخوا ما يهمش اصلا شكون اللي يصور في الليل، كيما نقولوا هذا بصح راي بك الخوا. ممكن كاين ناس يحبوا سما التصوير الليلي، يعني انا مديت راي هذا المكان. بصفه عام الخوا بعد التجربة تاعي مع الكاميرا تاع التليفون لقيتها خير ما كنت نتوقع قبل التجربة تاعو. الجيتي نيو 3 فيه سماعات ستيريو، يعني الصوت يخرج من تحت ومن الفوق وبجودة عالية بزاف، وكما عارف نقول لكم الصوت اللي من اليمين راح تسمعوا من اليمين والصوت اللي من اليسار راح تسمعوا من اليسار كي تكون تفرج في كاش حاجة. يدعم شريحتي اتصال، يعني تقدر تحط فيه شريحتين، ما فيهش مدخل كارت ميموار، ما فيهش مدخل السماعات، يعني تحب تركب سماعات سلكية لازم تشري هذا الادابتر اللي يجي في بلاصة الشاحن ولا في اليو اس بي، هكا راح تقدر تركب فيه سماعات. وفي رأي الخوا نعتبره من احسن هواتف الفئة المتوسطة اللي راهي تخرج حاليا، ننصح به بزاف لأي واحد عجبته مواصفاته ولا اي واحد حس انه هذا التليفون موجه ليه من هذا الفيديو. والسعر تاعو كما قلنا الخوا في الجويه تعتم الملايين ويفوت شوي. تليفون كما قلنا مازال ما توفرش في النسخ العالميه، اللي ما تجي ان شاء الله يتوفر في النسخ العالميه هنا في الجزائر وفي موقع علي اكسبرس. والناس اللي تحب تشري من الانترنت روابط الشراء تاع هذا التليفون نخليها لكم في الوصف تحت هذا الفيديو. المهم خوا هذا واش كان في الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله استفدتم منه، ان شاء الله يكون عجبكم التليفون كيما عجبني انا. ماش نطول على خوتي اكثر، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وتهلاونا في ارواحكم.